أبدأ خطبتي بهذه الحقيقة، من هذه اللحظة وإلى الموت، وما منا واحد إلا وسيموت. هناك قدر من العمر، قد يكون لحظة، هناك قدر من العمر، قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى؟ والسؤال محرج ومزعج، هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها، عملاً عملاً، موقفاً موقفاً، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعاً منعاً، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى، أنه لا بد من أن نغادر الدنيا، وقد حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أظن أن هذا الحديث ينطبق على وقت من أوقات حياة المسلمين كما ينطبق اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى، شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه، ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة، المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها: إن للموت لسكرات. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر في ساعة الموت: لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت، قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. أنفذ أنت بريشك، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. أيها الإخوة، القبر بغير عذاب عذاب، القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة، قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. في النسائي وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا، في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا. لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة، هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون، يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيرا. أخي هذا عالم، مرن، مرن، حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم، لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة المرة. أيها الإخوة الكرام، سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي وأنا أخاطب نفسي وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة، وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعا؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء.
لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.